مساء الخير، أهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامج اليوم. العنوان الرئيسي النهاردة هو تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتأييد ترشيح نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في مواجهة ترامب. أسئلة كثيرة مطروحة حول مشهد الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على السياسة الأمريكية تجاه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا الحرب على قطاع غزة. في أول تعليق له على قرار بايدن بالانسحاب من الانتخابات سباق الانتخابات الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب قال إن بايدن غير قادر على أن يكون رئيسا، وتابع حديثه قائلا: سوف نعاني بشدة بسبب رئاسته، لكننا سنعالج الضرر الذي أحدثه بسرعة كبيرة. ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك الأستاذ مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. سيد مهدي، مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الاعزاء. اهلا بك. في رايك هل سيقف الحزب وراء كامالا هاريس ام هناك اسماء ربما تطرح في الفتره المقبله؟ طبعا هو من المبكر الجزم بهل سيقف الحزب بالكامل، لكن المؤشرات الاوليه وما قاله الرئيس بايدن من دعمه مباشره لكامالا هاريس وما راينا من نسميهم البيج جانز او المؤثرين في الحزب الديمقراطي مثل الرئيس السابق أوباما. الرئيس لا ليس اوباما، اوباما دعم بس ليس بشكل مباشر، الرئيس كلينتون وهيلاري كلينتون بشكل مباشر دعم هاريس كامالا هاريس، ولكن اعتقد ان هذا الزخم الذي بدا في اقل من ساعات بالدعم كامالا هاريس يمكن أن يؤثر على ذلك. ولا ننسى أن في خلال 6 ساعات فقط المواطن الأمريكي تبرع ب 47.5 مليون دولار على أكت بلو، وهي ذراع لنا في الحزب الديمقراطي لجمع التبرعات، وهذه من الأشخاص الاعتباريين العاديين. نعم، دونالد ترامب قال إن المعركة ستكون أسهل بوجود هاريس كمنافسة أمامه. كيف تعتقد ستجري يعني العملية الانتخابية، وفي رأيك كيف ستكون المناظرة المتوقعة قريبا في الشهور المقبلة؟ بالطبع ما اعتدنا عليه من دونالد ترامب استمر وسيستمر. اعتقد البعض انه بعد محاولة الاغتيال له والحديث الطبيعي للسياسيين الامريكيين انه سيستمر على ذلك، ولكن في خلال حتى خطابه في الاجتماع الانتخابي الحزب الجمهوري لم تأخذ غير 10 دقائق ثم انقلب بهذا الشكل. هذا هو الخطاب الطبيعي من ترامب، واعتقد ان ده مفيد، لان من المهم ان يعلم الناخب الامريكي خاصة الناخب المستقل ان ترامب لم يتغير، والذي هو يعني لم ينتخبه من قبل، سبب هزيمة ترامب من قبل هو اسلوبه في التعامل مع القضايا الامريكية. اعتقد ان من السهل على كامالا هاريس ان تحاور ترامب. كامالا هاريس ليست بالسيدة يعني البسيطة، كامالا هاريس تعرف جيدا من هو ترامب، كامالا هاريس تستطيع ان تتكلم في القضايا وليس في السباب كما تعودنا على ترامب. كامالا هاريس لديها تاريخ في الحزب الديمقراطي وتاريخ شخصي مشرف، وليست متهمة ب 34 تهمة كما هو ترامب. أعتقد من السهل أن تقوم كامالا هاريس يعني بمسح يعني ترامب إذا حدث
حدثت المناظرة، ونتمنى أن تحدث المناظرة، إن إلى الآن لم يتفق على موعد هذه المناظرة، لأن في هذه الحالة النقطة التي يتكلم فيها ترامب دائما أن بايدن سيكون أكثر سنا في التاريخ، الآن انقلبت عليه، الآن في التاريخ الأمريكي دونالد ترامب هو أكثر مرشح سنا. ولكن الإحصاءات الأولية تقول أن ترامب متفوق على هاريس بعد إعلان بايدن أنه يدعمها حتى الآن. يعني دعني أتكلم من صفتي أعمل في الحملات الانتخابية، الإحصاءات دائما لا تشير إلى الحقيقة. سأعطي مثالين، في مثل في انتخابات دونالد ترامب نفسه مع هيلاري كلينتون، كانت الإحصاءات ترجح انتصار هيلاري كلينتون، وثبت أن هذه الإحصاءات لم تكن صحيحة. وأيضا في انتخابات الرئيس أوباما الذي عملت في حملته الانتخابية، كانت الإحصاءات تشير أنه لن يفوز وقد فاز. الإحصاءات هي تأخذ عينة قليلة جدا ولا تمثل الواقع، ونقول دائما الانتخابات لا تنتهي إلا بآخر ناخب في هذه الانتخابات. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، كنت معنا من نيويورك. نتابع تطورات الأوضاع في قطاع غزة. تواصل مصر جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والتوصل لإطلاق ولوقف إطلاق النار. وفي هذه الأثناء نفى مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية ما تناولته وسائل أعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفي. وأكد المصدر تمسك مصر بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفي وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى. وأشار المصدر إلى أن كل الادعاءات بشأن محور فيلادلفي تأتي في إطار سعي الطرف الإسرائيلي للتغطية على فشله العسكري المستمر بقطاع غزة، وأنه لا صحة إطلاقا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن المحور. كما نفى المصدر أيضا ما تم تداوله من تقارير إعلامية عن إقلاع طائرة استخبارات أمريكية من مطار شرم الشيخ بهدف تنفيذ طلعات استخباراتية ومسح فوق الحدود الفلسطينية المصرية. الحقيقة مصر منذ اندلاع الحرب على غزة دائما ما تؤكد على خطورة اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان على غزة. نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين. ولذلك فقد وجهت لكم الدعوة اليوم نناقش معا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية. إن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي. مفيش أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أمل للفلسطينيين. يمكن حد يسأل هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية؟ إحنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهودنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. تأخيرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة هيترتب عليه سقوط المزيد. محتاجين جدا إن احنا نوثق ونتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم بالكامل يكون تأثيرها مدمر على المنطقة وعلى السلام في المنطقة. ننظر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف
وان يشمل اطراف اخرى داخل الاقليم او المنطقه، ومخاطرها الشديده جدا على الاستقرار والامن في منطقتنا. واحنا توافقنا على ان النقطه دي محتاجه ان احنا نتحرك ونعمل بشكل مكثف فيها من اجل منع مزيد من التدهور في الموقف في منطقتنا. امبارح التقى الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وفدا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. خلال هذا اللقاء تم الاتفاق على إطلاق أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في كافة محافظات مصر. ينضم إلي هاتفيا الأستاذ أحمد فايق. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني احنا متعودين ان بيكون في مسابقات من هذا النوع سواء في الإذاعة او على مستوى الجمهورية، لكن ان يكون هناك برنامج تلفزيوني خاص بالتلاوة اعتقد انه الاول من نوعه. انا يعني ما اقدرش اقول بشكل دقيق الاول من نوعه او لا، لكن هو خلينا نتكلم عليه كونه حلم. يعني واعتقد ده حلم بالنسبة لنا كشركة متحدة للخدمات الإعلامية، ولقى قبول وتشجيع ودعم كبير من فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وهو معالي الوزير يعني وجه بتسخير كل إمكانيات وزارة الأوقاف لخدمة هذا المشروع والدعم. مصر بلد كبيرة وهي دولة التلاوة، وهي اللي طلعت للعالم كله أجمل وأعذب الأصوات. صحيح. أصوات من السماء يعني في تلاوة القرآن الكريم، واعتقد انه بلد فيها اكثر من 100 مليون مواطن قادره انها تطلع الشيخ عبد الباسط الثاني، وتطلع الشيخ الفصلي الثاني، وتطلع الشيخ رفعت الثاني، وتطلع الشيخ محمود علي البنا الثاني. احنا عندنا قامات كبيره جدا جدا، والاستثمار والدعم في المواهب هو جزء من يعني استراتيجيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي بناء الانسان. لو ممكن تدينا فكرة عن آلية الاشتراك في هذه المسابقة، يعني كما عرفنا ان هيكون هذه المسابقة بيقدر يتقدم لها اي حد على مستوى الجمهورية، ايه الآلية؟ مظبوط. هو دلوقتي بجري تشكيل لجنة مع وزارة الأوقاف، لجنة مشتركة بين المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف. اللجنة وزارة الأوقاف هي لجنة علمية فتضع المعايير العلمية الكاملة للاشتراك في المسابقة، والمتحدة للخدمات الإعلامية بتحط اللجنة عشان تحول ده إلى شكل برنامج تلفزيوني، يبقى حتى الشعب المصري والشعب العربي كله شايف عمليات الاختيار بتتم إزاي. أكيد إحنا أصبح عندنا كمتحدة للخدمات الإعلامية من خلال مجموعة من البرامج اللي فيها اكتشاف مواهب، سواء كابيتانو مصر اللي بيتعامل مع وزارة الشباب والرياضة، سواء مشروع نبتة اللي أعلن عن اكتشاف مواهب هو أحد المشروعات المتحدة، سواء مشروع جين دي اللي بتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فأصبح عندنا الخبرة والآلية الجيدة إن إحنا بنعلن عن التقدم وشروط التقدم، وبيتم التقدم عبر موقع إلكتروني، وبيتم التصفيات على حدة في محافظات مختلفة على مراحل مختلفة، وإلى أن إحنا بنوصل لمجموعة محددة. المجموعة دي بنبدأ بيها البرنامج. نعم. اللي هي المجموعة تقدر تقولي أجمل بقى ونخبة النخبة، يعني نخبة الأصوات العظيمة. صحيح. هل في اشتراط للسن أو أن يكون الشخص المتقدم هو أزهري؟ لا، هو المعايير العلمية بعد إذن حضرتك دي هتضعها اللجنة العلمية الخاصة بوزارة الأوقاف. تمام. يعني هما إحنا طبعا هنمشي في السياق ده، وطبعا يفضل، أنا رأيي الشخصي يفضل يكون أزهري، ولكن إذا كان يعني صوت عذب في تلاوة القرآن وهو يعني شخص دارس وعارف كويس قوي، يعني ما اعتقدش هنا الشرط ده ممكن ينطبق. لكن في النهاية احنا مع المعايير العلمية اللي هتضعها اللجنة العلمية من وزارة الأوقاف، خاصة اللجنة دي هيكون فيها كبار العلماء والمشايخ والقراء واللي هم كلهم أبناء الأزهر الشريف. هل حددتوا موعد مبدئي لانطلاق إن شاء الله البرنامج؟ احنا قريبا جدا هنعلن عن شروط التقديم، وطبعا شروط التقديم ما فيهاش اي
اي شروط عمريه، يعني كل الاعمار مفتوحه. جميل. يعني دي من الاشياء اللي احنا اتفقنا عليها، يعني اي فئه عمريه، لانه من حق اي صوت عزب انه ان احنا نتبناه وندعمه ونطور موهبته. تمام. طب بما اننا بلد الازهر وفي بعثات كتير من دول اسلاميه كتير بيدرسوا في الازهر الشريف، هل في طموح ما ان في وقت من الاوقات يكون في مسابقه خاصه بالوافدين، يعني غير المصريين كمان؟ هو بالفعل على حد معلوماتي ان وزاره الاوقاف بتعمل حاجه اسمها المسابقه الدوليه للتلاوه وحفظ القران الكريم، ودي بيشارك فيها الوافدين في الازهر، لان هي بتكون على مستوى كل الجنسيات، وكمان في ناس بتيجي مصر. هو بالفعل موجود، يعني فكره مسابقات تلاوه القران الكريم بشكل عام موجوده وبتتعمل في اكثر مكان، اعتقد محافظه بورسعيد بتعمل، ده اعتقد وزاره الاوقاف بتعمل ده، وفي جهات كتير بتعمل ده. الجزء او الجديد في المساله هو تحويل او عمل مسابقه في اطار برنامج تلفزيوني بالتعاون ما بين المتحده للخدمات الاعلاميه ووزاره الاوقاف، عشان يعني نطور المواهب وندعمها، وتحويل حتى القراء نفسهم الى نجوم للراي صحيح العام. صحيح. يعني صحيح. بنقدم للراي العام نجوم من الاصوات العذبه والاصوات اللي ممكن نتبناها. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بعد المجموعه المختاره، اللي هي هيتم اختيارها من قبل لجنه فيها كبار العلماء والقراء، هيبقى في جوائز ماليه هتعلن وقتها، وهتكون جوائز ماليه كبيره ان شاء الله، وهنسجل القران بصوتهم ويعرض في قناه مصر قران كريم. ما شاء الله، رائع. بحيث ان قناه مصر قران كريم، لو حضرتك طبعا متابعه، احنا يعني بجوار الاعلام الكبيره اللي احنا بنحبها واعلامنا الكبيره في تلاوه القران الكريم، احنا دايما بنعمل تجديد، ومؤخرا اعلنا عن اضافه اصوات جديده. وانا دايما عندي تشبيه، مش عارف اذا كان ده صح ولا غلط، لكن انا شخصيا عشت الحاله دي. حضرتك وانت ماشيه كده في الطريق الدائري بالعربيه هتلاقي طيارات ورق كتير جدا. صحيح. شباب كتير جدا قاعدين على السطوح بتاع بيتهم وبيطيروا طيارات ورق، وانا كنت وانا في السن ده كنت بعمل كده. فالبلد دي فيها عشرات الملايين من الشباب اللي بيطيروا طيارات ورق، عندهم احلام وطموحات، لان الطياره دي وانا صغير في السن ده كانت بتحمل كل احلام. انا نفسي ابقى كذا في المستقبل، انا هحقق كذا. كنا دايما واحنا بنطير الطياره ونحركها بالحبل كانت احلامنا كلها بتتحرك معاها. فدايما وانا ماشي كده في الطريق الدائري بشوف الطيارات دي، بقول يا على البلد دي وجمالها، شوفوا فيها كام مليون شاب عندهم احلام، وان شاء الله ربنا يحقق احلامهم. يا رب يا رب. انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق الحقيقه. يعني برنامج رائع والهدف سامي ونبيل. اشكر الاعلامي احمد فايق على هذه المداخله، شكرا جزيلا. النهارده كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي عن تراجع الدين الخارجي لمصر عشان يسجل 153.86 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2024 مقابل 168.03 او 168.3% مليار دولار نهاية ديسمبر 23. يعني ايه؟ يعني الدين الخارجي نزل قدره ل 14 او نزل بمقدار 14.17 مليار دولار، النسبة وصلت ل 8.43%، مشيرا الى ان هذا الانخفاض خلال فترة الخمس شهور دي محل مقارنة بيعدل اكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق. خبر صار بالتأكيد، وجهود مصر مستمرة للنهوض بالملف الاقتصادي على كافة المستويات. نخرج إلى فاصل، ومن بعده متابعتنا مستمرة. فعاليات مهرجان العالمين مستمرة، والحفلات الحقيقة الفترات الجاية هتكون كتيرة ونجوم كبار، في حفلة لتامر حسني، في حفلة لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وفي حفلة لعمرو دياب. أعتقد أنها هتكون حفلات كاملة العدد، وهيكون في إقبال كبير جدا على هذه الحفلات الرائعة في ليالي الصيف الجميلة في العالمين. أيضا على هامش الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية المختلفة،
دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان تفقد بالأمس الخدمات الصحية المقدمة لزوار مهرجان العالمين واللي بتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبيستمر حتى آخر أغسطس. رافق الوزير أثناء الجولة التفقدية السيد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أطلق عبد الغفار إشارة البدء لتقديم كل الخدمات الصحية من شارع الخدمة الصحية بمهرجان العالمين لخدمة حضور ورواد المهرجان ومحيطه لتوفير أي خدمات صحية ممكن يحتاجها الزوار. مساء الخير عليكي وعلى كل مشاهدي اليوم في كل مكان. من مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر والجمال، لسه مستمرين مع حضراتكم في متابعة فعاليات مهرجان العالم عالمين 2024 في نسخته الثانية. احنا النهاردة في اليوم ال 12 لفعاليات المهرجان اللي كل يوم في جديد وتنوع، سواء من فعاليات ترفيهية ثقافية فنية رياضية او حتى حفلات الويك اند. والنهاردة احنا موجودين مع حضراتكم في شارع الخدمة الصحية اللي تم اطلاقه امبارح من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أستاذ عمرو الفقي. بيهدف الشارع لتقديم الرعاية والخدمة الصحية والتوعية لكل رواد مهرجان العالمين وكمان ساكني المناطق المجاورة وساكني مناطق الساحل الشمالي، بيقدموا التوعية الصحية. في معانا أكتر من 150 طبيب وطبيبة، عدد كبير من عربات الإسعاف وعربات القوافل المتنقلة، في عدد كبير جدا من التخصصات سواء الأسنان، البطنة، الأذن، القلب، وحتى كمان الكشف عن أورام الثدي. الشارع موجود من 8 صباحا لحد الساعة 12 مساء، بيستقبلوا كل المرضى اللي محتاجين اي اسئله او استشارات. كمان معانا الخط الساخن 105 لكافه الاستشارات الخاصه بالطب الوقائي. كانت الفعاليه خدمه شارع الصحه موجوده ضمن الفعاليات للمهرجان، والحقيقه دوت بيدل على انه اداره المهرجان بتعي وعي كامل ان المهرجان ليس فقط للترفيه او الرياضه او الفن، ولكن احنا كل يوم مع رواد المهرجان بنقدم ليهم خدمه صحيه بجانب الفعاليات اللي موجوده كل يوم مستمرة معانا حتى 30 أغسطس. يعني دي أبرز وأهم الفعاليات الموجودة معانا داخل مدينة العالمين. عودة لكم. شكرا شرماندة الدسوقي. نروح لحدث رياضي هام بتنتظره جماهير الكرة في مصر، المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز الساعة 9 مساء على استاد الدفاع الجوي. ينضم إلي هاتفيا الأستاذ عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. أستاذ عثمان مساء الخير، توقعاتك لمباراة الليلة؟ كل فجأة شيرين طبعا كل سنة مشاهدين، مباراة صعبة جدا قوية جدا جدا، مباراة الموسم بكل ما تحمله الكلمة بمعنى. الأهلي بس على الفوز عشان يقرب أكثر من بيراميدز، ومع الماتشات المؤجلة يحسن صدارة الدوري. الناحية الثانية بيراميدز لا بديل أمامه غير الفوز، ويوسع فارق النقاط مع الأهلي تحسبا لفوز الأهلي في مباراة المؤجلة الفترة اللي جاية. أعتقد مباراة هي حجر الزاوية بالنسبة للموسم الحالي، في حال فوز الأهلي هيقرب جدا من حسم الدوري 44 في تاريخه، وفي حال فوز بيراميدز يبقى هتؤجل كل حاجه في المنافسه ربما للجوله الاخيره في الموسم الحالي. المباراه قريبه ولا في فريق عنده فرص اكتر من الثاني؟ لا اعتقد المباراه اللي اقيمت من اقل من 10 ايام بتؤكد ان المباراه قريبه وقريبه جدا. المباراه انتهت 3-2 لصالح النادي الاهلي، والفرقتين تبادلوا التقدم في النتيجه. لا المباراه قريبه وقريبه جدا، واعتقد جزئيات صغيره هي اللي هتفرق في هذه المباراه، والفريق اللي هيكون اقل اخطاء ربما يكون صاحب الحظ الاوفر لحسم هذه المباراه. أشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، شكرا لهذه المداخلة. وصلنا مع حضراتكم لختام هذه الحلقة من برنامج اليوم، غدا يتجدد لقاء. إلى اللقاء.